بلاحظ اللي انا بلاحظها ان لما بيجي لنا عين اتش يعني لا يعني من الحالات اللي انا شفتها وانا عملت الشغل ده مع الكلينيكال فارماسي في كليه صيدله انهم بيتحسنوه يعني عم بيديتوريت جدا الكرونيك اتش بي وعلى البريدنيزولون وعلى الامين سوبريشن وكل حاجه وبيفكرني بالبنسير ستادي زمان عين الاي بي اف اللي كنت تكره تشوفه وجالك انه انت ماشي على استرويد واسايبرين واسايلستين لانه بيبقى اسوأ من قبل ما تبتدي له العلاج نفس الفكره العين دول لاحظت ان لما بديهم لونج اكتنج ديكس بيتاميثازون بتحسنوا كويس جدا لمده تقترب من 6 اسابيع ل 8 اسابيع سيمتومز وايز اوكسجينيشن وايز اند سو اون. وانا عملت الشغل ده مع شركه مع كلينيكال فارماسي وقال ان في فعلا في فرق في الماكوجينيتكس بتاع المصريين للريسبونس لديفرنت تايب اوف استرويدز. انا دلوقتي بقيت اديها كل 3 شهور بقلل بدي زاليست من ستنسدوز من الاسترويد 7.5 ملي جرام مش اكتر بريدنيزولون وكل 3 شهور كده بعزم العيان على غدوه واحده بيتا فوس ولا حاجه بيعرف انا ما بيعرفش يعني لا بعرف وعارف يعني العيان نفسه بيحس بفرق كبير يعني اتفضل يا دكتور عمر. اهلا بحضراتكم انا هتكلم ان شاء الله عن الستيك لونج ديزيز. طبعا استاذ دكتور يسري يعني تقريبا اتكلم عن معظم الحاجات وسهل عليا المحاضره جدا لان هي محاضره تقيله بصراحه فانا هعمل بس ريفيو سريع كده ان شاء الله ما اطولش عليه. في البدايه احنا عشان نتكلم عن ستيك لونج ديزيز او نقول ايه هي ستيك لونج ديزيز لازم نعرف اصلا يعني ايه سيست زي بالظبط الانترستيشال لونج ديزيز لازم افهم يعني ايه انترستيشيوم عشان ابقى فاهمه ايه اللي بيحصل بالظبط. نفس القصه بالنسبه لموضوع ستيك لونج ديزيز يعني ايه سيست لان مش كل اير فيلد سبيس في اللونج نقدر نقول عليه سيست. طيب هنعرف ازاي موضوع السيست دي؟ اولا اول سؤال بساله لنفسي اول لما الاقي في اريا اير فيلد سبيس في اللونج اسال نفسي الاول هي سيست ولا لا. عندي كذا سؤال اسالهم لنفسي. السؤال الاول هل في عندي ويل ديفايند بوردر ولا بورلي ديفايند بوردر؟ لو بورلي ديفايند بوردر يبقى دي انفيزيما خلاص دي قصه ملهاش ويل سيركمسكرايبد بوردر يبقى احنا كده بنتكلم في انفيزيما. طبعا السنتر لوبلر انفيزيما والبان لوبلر هي دي اللي بتلخبطنا مع السيستيك لانج ديزيز فبالتالي دي اول واحده. طيب السؤال لو انا لقيت مين ليها ويل ديفايند بوردر اسال نفسي السؤال الثاني هل هي ليها كونتينيوتي مع الاير واي ولا لا؟ لو هي كونتينيوس مع الاير واي يبقى احنا بنتكلم في برونكيكسس. برونكيكسس طبعا ممكن يكون هاني كام او ممكن يكون اللي هو السبرت لانج ديزيز اللي هو البرونكيكسس. طيب يبقى ده السؤال الثاني. طب السؤال الثالث لو انا لقيت بقى ان هي ويل ديفايند بوردر ولقيت ان مفيش كونتينيوتي مع الاير واي اسال نفسي السؤال الثالث الوول بتاعها الثيكنس بتاع الوول اخباره ايه؟ لو الوول ثيك اكتر من 4 ملي يبقى احنا بنتكلم في كافيتي مش بنتكلم خالص في سيست. ان ماتوسيل تعتبر ميدوي شويه ما بين يعني ما بين الثيكنس بتاع الكافيتي وبتاع السيست بتبقى ادخن شويه ممكن من السيست لكن يعني في ناس ساعات بيدخلوها في الكلاسيفيكيشن بتاع السيستك لونج ديزيز. طيب لو انا لقيت الوول ثين 2 ملي او اقل يبقى انا بتكلم في سيست. من هنا ابتدي بقى اتكلم على السيستك لونج ديزيز. ففي البدايه خالص انا لازم اكسكلود الحاجات اللي هي دي اللي مسميها السيست ميمكس الاول اتاكد ان هي اصلا سيست قبل ما ابتدي اتكلم انا بدور في اي نوع من السيستك لونج ديزيز. السي تي بروتوكول مش هتكلم فيه انا بس عايزه اقول ان احنا لما نيجي نطلب سي تي من الراديولوجيست لازم اطلب هاي ريزولوشن سي تي لازم اطلب منه السلايد تكنس يبقى قليل من 1 لـ 1.25 اقصى حاجه. الحاجات دي لازم نذكرها لان في ناس بيعملوا سي تي كده وخلاص ويبعتوه. الحاجه الثانيه لازم الريكونستراكشن بيفرق قوي قوي في الديستريبيوشن انا اعرفه والكونتينيوتي مع الاير واي هل في كونتينيوتي ولا لا. يعني مثلا لو خدنا مثال دي حاله مثلا دي مفروض ان هي حاله يو اي بي الديستريبيوشن واضح قوي لما خدنا الكورونال بلين ان هو اكتر لور وان هو بريفرال وسب بلورال بيفرق قوي معايا على ان انا اخد بس اكزيال كاتس. الحاجه الثانيه كمان في بعض الحاجات دي مثلا لما خدنا الساجيتال بلين باين ان في كونتينيوتي مع الاير واي يبقى دي منظر ده اول ما اشوفه اقول ممكن ده يكون سيستيك لونج ديزيز لكن في الحقيقه سيستيك برونكيكس خلاص بانت اكتر لما عملت ريكونستراكشن وخدت الساجيتال بلين. طبعا في حاجات ساعات الناس بيطلبوها حاجات في السوفت وير بتاع الاشعه حاجه اسمها المينيمم اي بي ده بيركز على الحاجات اللي هي الهايبر ترانسلوسنت بيركز عليها وبيشيل الحاجات الثانيه فيبين لي لو في كونتينيوتي الاير سبيسز دي كونتينوس مع الاير واي ده معناه ان هو برونكيكسز في الحاله دي اقدر اعرف هي سيست اصلا ولا مش سيست. طبعا زي ما انتم عارفين الريكونستراكشن كيرنل ده لو سوفت تيشو بتبقى الصوره هيزي زي الصوره اللي هي الناحيه دي هيزي قوي لو ما نزود الشاربنس احنا بنطلبه هاي ريزولوشن فدي حاجه مهمه لما نيجي نطلب الاشعه.
دي برضو سيست ميمكس. خلاص مش هنقول تانية، بس بأكد على الشكل والصور نفسها، الفرق ما بين الحاجة وبعضها. ودي آخر حاجة طبعا اللي في النص دي اللي هي السيست. طيب احنا وصلنا ان دي سيست، ابتدي بقى اقول هل ده سيستك لونج ديزيز ولا لا. برضو انا لحد هنا خلاص اتأكدت في السي تي ان هو سيست، اقدر اقول برضو ان هي سيستك لونج ديزيز؟ لا، لسه في سؤال تاني مفروض اسأله لنفسي، النمبر بتاع السيست اخباره ايه؟ النمبر بتاع السيست لو هم لقوا ان في مع الايدج بروسيس ايدج ريليتد تشينجز بتحصل في الاشخاص الطبيعيين بعد 40 سنه، ان ممكن يحصل سيستيك تشينجز، بس سيستيك تشينجز دي ما بتزيدش عن 4، يعني هم حطوا الكات اوف فاليو. فبالتالي لو واحد اكتر من 40 سنه واكسيدنتال كده بيعمل سي تي لاي سبب وما بيشتكيش من اي حاجه، ولقيت فيه 3 4 سيست كده، ما اقولش عليه سيستيك لونج ديزيز، دي حاجه مع الايدجنج بروسيس بتحصل عادي جدا. لازم عشان اقول سيستيك لونج ديزيز لازم الكات اوف فاليو 5 فيما فوق، نعدي ال 5 يبقى انا بتكلم في سيستيك لونج ديزيز. طيب في عندي برضو السيستيك لونج ديزيز قد تكون بوسي سيستيك اللي هم اقل من 10، او مالتي سيستيك اللي هو موضوعنا النهارده اللي هي اكتر من 10. خلاص البوسي سيستيك اسبابها حاجات كتير، ممكن انفكشن، ممكن ميتاستاتيك لونج كانسر، ممكن حاجات كتير. وبرضو المالتي سيستيك في البدايه خالص زي ما الاستاذ الدكتور يوسف قال لنا بتبقى في البدايه ممكن تبقى سيستس قليله، بوسي سيستيك اقل من 10، وبعد كده تبقى اكتر من 10. طيب احنا كده خلاص ده بالنسبه للنمبر بتاع السيست زي ما اتفقنا. الميكانيزم بتاع السيست فورميشن سريعا مش هتكلم في تفاصيل صعبه، يعني في معظم السيستك لونج ديزيز قالوا ان هي بولاند فالف افكت، يعني بيحصل البروليفريشن اللي بيحصل بتاع السيلز والحاجات اللي بتحصل دي بتؤدي الى ان الهواء بيدخل في الانسبيريشن والاكسبيريشن ما بيخرجش كويس. معظم الناس قالوا ان هي بتبقى بولاند فالف افكت، في طبعا ميكانيزمات ثانيه بس دي الموستلي موجوده في السيستك لونج ديزيز. طبعا دي على عكس بقى السيست ميمكس اللي هي زي برونكيكسس اللي هو بيبقى فيه انفلاميشن وديستراكشن في الاير واي ودايلاتيشن، على عكس التراكشن برونكيكسس ان الفايبروزيس ده بيشد على البرونكال تيفي فبيعمل لها دايلاتيشن. برضو الانفيزيما ديستراكشن في الـ في الـ في الالفلور سيبتا وبتفتح على بعضها تعمل سيستك سبيس، فالميكانيزم مختلفه تماما. طيب بعد كده طبعا الكافيتي فورميشن، الكافيتي عامه بيبقى عندي كونسوليديشن او ماس او نودول حصل فيها ليكويفاكشن، سواء كان بسبب سبراتيف او اسكيميك او ديسكويماتيف في التيومر، وبيعمل لي منظر الكافيتي، فالباثوجينيسيس مختلف تماما. الديستريبيوشن برضو ده طبعا عارفه ان الشكل ده مشهور عندنا في النودول، لكن هي برضو السيست نفس القصه، ممكن تكون سب بلورال، ممكن تكون سنترولوبولار، ممكن تكون بيري فاسكولار، نفس فكره الديستريبيوشن زي النودول بالظبط. وطبعا الديستريبيوشن في اللنج كلها من فوق لتحت زي ما انتم شايفين الصور دي، بصرف النظر عن الديزيزز ممكن تكون اكتر في الابر والميدل عن اللور، ممكن تكون هوموجينيتي ديستريبيوتد زي الصوره الثانيه اللي على الشمال دي، ممكن تكون اكتر مثلا تلاقوها جايه على البلورا في الصوره اللي هي الناحيه على اليمين، بلورا وميدياستاينال اكتر زي ما هنتكلم كمان شويه، واعدادها قليل، وممكن تكون اعدادها قليل برده وموجوده في اللور اكتر من الابر. كل ده كل الحاجات دي بتقدر تعرفني ديزيز عن ديزيز تاني. ديفيوز سيستيك لونج ديزيزز هي مجموعه من الديزيز زي ما اتفقنا بيبقى فيها مالتيبل سيستيك تشينجز سواء كانت ريجولر او ايريجولر، وبيبقى فيها ويل ديفايند بوردر، ودي اهم حاجه فيها ما بينها وما بين السراوندنج لونج. الكلاسيفيكيشن في كلاسيفيكيشنز كتير صراحه مكتوبه، في ناس ساعات بيدخلوا السيست ميمكس والسيست كلها مع بعض في كلاسيفيكيشنز، لايك موضوع كبير قوي كده، لكن هو عامه احنا هنتكلم عن 5 أو 6 حاجات سريعا. هو في بعض الحاجات زي مثلا اللام لي جينيتك باك جراوند ولي نيوبلاستيك باك جراوند، برضو البي ال سي اتش اللي هو اللانجر هانسل ليه برضو سموكينج ريليتد باك جراوند ونيوبلاستيك وجينيتك برضو، وحاجه زي الفلوكولا برونكولايتس لينفو بروليفراتيف ال اي بي اكتر لينفو بروليفراتيف ممكن يبقى ليه برضو نيوبلاستيك باك جراوند. فده الكلاسيفيكيشن او دي الفاكتورز، يعني عايز اقول لك ان هو مالتي فاكتوريال او بيبقى فيه كذا فاكتور. احنا هنتكلم بس عن الحاجات اللي هي بالاحمر سريعا. النيوبلاستيك اللام بقى كاتيجورايز دلوقتي مع نيوبلاستيك ديزيزز هو البالمونر لانجر هانسل سيستايتوزيس، البيرت هوك ده الجينيتك الدكتور يوسف برده اشار ليه هنتكلم عنه سريعا، واللمف بروليفراتيف زي اللاب او الال اي بي والفلوكولا برونكولايتس والاميلودوزيس واللايت تشين ديبوزيشن ديزيز. طبعا في حاجات ثانيه مش هنتكلم عنها. السيست مورفولوجي بيختلف، يعني اول صوره خالص ده منظر اللام، اللام بتبقى السيست فيها وول سيركمسكرايبد، الوول بتاعها ثن، مع الوقت ممكن مع البروجريشن يحصل ان هي تبقى كونفلوينت مع بعضها، بتبقى عددها قليل في الاول وبعد كده عددها بيزيد. الصوره الثانيه بنشوف اللي هو اللانجر هانسل هيستايتوزيس، دي مهمه قوي ان هو بيبتدي الاول بنودولار تشينجز، بعد كده بيبتدي يحصل فيها كافيتيشن، وبعدين بيبقى الكافيتي الاول ثيك وول، كل ما الكافيتي بيكبر كل ما الوول بيبقى رفيع اكتر، وبعدين في الاخر يعمل لي شكل البيزار شيب ان هي بتتجمع مع بعضها. البيرت هوك ده بيبقى لينتي فورم زي ما الاستاذ يوسف كان قال لنا، بتبقى لينتي فورم اكتر شكلها اوفويد كده ما بتبقاش مدوره،
وطبعا ديستريبيوشن هيختلف زي ما نقول كمان شويه. واخر حاجه الهيفي تشين ديزيز يعني هي بتبقى اكتر موجوده يعني عادتها بيبقى مش كبير، ممكن تلاقي فاسكولار ساين اللي هو في الصوره اللي في النص في بلاد فيزل بيري فاسكولار موجود في الوول بتاع السيست. الشكل نفسه بيختلف، المورفولوجي ديستريبيوشن، كل ده بيعرفني ممكن يساعدني في الدايجنوز بتاع الحالات. يعني الدايجرام ده مختصر كده لموضوع الراديولوجي. لو انا لقيت هايبر ترانسلوسنت اريا بشوف الاول هي سيست ميميك ولا لا، اكسكلودنج سيست ميميكس يبقى احنا بنتكلم في سيست. السيست هنشوف لو هي سوليتري، ده مش موضوعنا، احنا بنتكلم على الحاجات المالتي سيستك. في الراديولوجي هشوف هل هي مالتي سيستك واللونج ان بتوين نورمال مفيش فيها حاجه، يبقى انا كده بتكلم غالبا فلام او بي اتش دي. لو انا لقيت في معاها اذر فايندنج في السيتي زي جي جي اوز مثلا افكر في الاي بي، ده موضوعنا النهارده. لو لقيت نوديول افكر في اللانجر هان سيل او الاميلودوز. كلمتين سريعه على كل واحد كده. البيرت هوك سيندروم ده بيبقى فيه او سيندروم ده بيبقى فيه زي ما انتم شايفين الصوره بالظبط، هو عباره عن جينيتك ديزيز بيجي دايما في يعني في اليونج ايج، وبيبقى السيستم الافكتد هما اللي في الصوره. السكن بيبقى فيه اللي هو حاجه اسمها الفايبر فوليكولوما زي ما انتم شايفين بيبقى اكتر في الفيس، وممكن تاخد جزء من الشولدر او النيك. واللونج ودي اللي بتيجي بسيستك تشينجز بسيطه ما بتبقاش كتير، ولينتي فورم، وممكن يبقى فيرست برزنتيشن نيموثوركس، واللونج ان بتوين بتبقى نورمال. واخر حاجه الكيدني، ودي اخطر حاجه ان هو ممكن بيبقى فيه ريسك لرينال سيل كارسينوم. هو ده الصوره دي لو حفظناها في البيرتوك خلاص احنا مش محتاجين حاجه ثانيه للدايجنوز بتاعه. ده منظر التشينجز. احنا ممكن يجي لنا حالات نشوف فيها سكينشن نقول ده حبوب في وشه كده عاديه او نعديها، لا ما تعديش حاجه، تفحص العين كويس قوي واي فايندنج خدها يعني اعمل لها اعتبار لان ممكن ان هي دي تشخص الحاله. الديستريبيوشن بتاعها بيبقى يعني ممكن بيزل اكتر شويه، بس بيقولوا ان هو بيبقى اكتر في الحتت اللي فيها موفمنت، فيها شيرنج ستريس زي الميدياستاينم باراميدياستاينال وسب بلورال او بتبقى قريبه من البلورا. في يعني في ثيوري على الديز ده بالذات ان هو في الاماكن اللي فيها ريسبيراتوري موفمنت اكتر، بيبقى شكلها لينتي فورم زي ما انتم شايفين مش ويل سيركمسكرايبد كده مدوره، وبيبقى عددها مش كبير، واللونج ان بتوين بتبقى نورمال. والباثولوجي بتاعها ما بقاش فيها حاجه، يعني البايوبسي هنا مش هيساعدك في اي حاجه خالص. لو انت دخلت العين ده وخدت له بايوبسي هيطلع ان هو نيموسايت، يعني هو جاست ان سيست دي لايند نيموسايت، يعني مش هيفيدك بحاجه فما تاخدش منه بايوبسي. هو بيعتمد على الكلينيكال والراديولوجيكال فايندنج الموجوده والهيستوري بتاع البيشنت. دي برده منظر اللينتي فورم والديستريبيوشن بتاعها زي ما انتم شايفين، وعددها ممكن مش كبير قوي. الباثولوجي زي ما اتفقنا ما بقاش فيه مشكله، والدايجنوز بيعتمد على الكلينيكال والراديولوجي. بالنسبه للدايجنوستيك كرايتيريا هم حاطين لها دايجنوستيك كرايتيريا ان انت ممكن يكون عندك واحده ميجور او اثنين ماينور. الميجور ان يكون عندك في جين ميوتيشن، لو انت عملت جينيتك ستادي وانت شاكك خلاص ده شور خلاص انتهى مش محتاج تعمل حاجه ثانيه، او ان في فايبر فلوكلوما دي موجوده في السكن خلاص ده برده شور فور دايجنوز. طيب لو انا عندي لونج سيست ونيموثوركس والكلام ده يبقى انا بتكلم في ماينور كرايتيريا، لازم معاه واحده كمان عشان اقول ان ده بي اتش دي ديزيز. الحاجه الثانيه دي ممكن تكون رينال كانسر او ان يكون في حد في العيله في فاميلي هيستوري من البي اتش دي. دي دايجنوستيك كرايتيريا، هو سهل جدا ان هو يتشخص كلينيكال راديولوجيكال. التريتمنت بتاعه ما فيش حاجه سبيسيفيك قوي، لكن لازم تعمل سكريننج للرينال سيل كارسينوما لازم تتابعه لان هي دي اخطر حاجه بتحصل فيه، ولازم تعمل برده فاميلي سكريننج. اللام الموضوع طبعا هو كان قبل كده بيتم كاتيجورايزيشن بتاعه لانه انترستيشن لونج ديزيز، لكن هو مش انترستيشن لونج ديزيز خالص، هو دلوقتي دخل في اللو جريد نيوبلاستيك ديزيزز. بيبقى فيه طبعا هو فيه نوعين، في نوع سبورادك وفي نوع جزء من تيوبرس سكليروزس، وده الموست كومن. معظم الحالات اللي بتيجي في الشايلد بيرنج بيريود والفيميلز والكلام ده بيبقى سببه ان في اصلا اندرلاينج ديزيز اللي هو تيوبرس سكليروزس، عشان لازم تدور عليه. بيجي طبعا موست كومن 5-10% مور كومن. السبوراتيك لو جه بيبقى اكتر في البوست منوبوزل، زي ما الاستاذ الدكتور يسري اشار ان ممكن بوست منوبوز تجي لك مش عشان هو سبوراتيك، عشان هي جت متاخره شويه، يعني البرزنتيشن بتاعها متاخر شويه. اللام بيبقى فيه سبيندل سيل او ساعات بيقولوا اسمه مثلا سيل بروليفريشن الونج الفيزلز والليمفاتكس والاير واي، وهو ده اللي بيعمل المانيفستيشن. الاير واي او اللونج تعمل لك سيستيك تشينجز، الليمفاتكس تعمل لك كايلوثوركس او تعمل لك كايلوت اسايتس، وطبعا ممكن يبقى فيه برده ليمفادينوباثي، وممكن يحصل فينوس اوكلوجن. اللي مميز فيه ان هو هوموجينسلي ديستريبيوتد زي ما احنا شفنا في السي تي، ان هو بيبقى على الناحيتين زي بعض فوق زي تحت، ملوش يعني ديستريبيوشن معين، وبيبقى اللونج ان بتوين بتبقى نورمال.
ده التشيبرس سكليروزس. عيان جالك وانت شاكك ان العينه دي لام، دور كويس قوي في السكيم مانيفيستاشنز عشان ندور على الاندرلاين تشيبرس سكليروزس. ممكن يكون في حاجات في الفيس دي بيسموها حاجه اسمها انجوفايبروما، ممكن تلاقي في باتشز في الباك كده بتبقى هايبو ميلانوسيتك، ممكن تلاقي الباتش دي في الباك او حاجات في النيلز كده بيبقى فايبروما تحت النيلز. الحاجات دي كلها مع السي تي فايندينج كده احنا شخصنا، مش محتاجين لا ناخد بايوبسي ولا نعمل اي انفيزيف مانوف. السي تي زي ما اتفقنا في الاول زي ما الدكتور يوسف كان قال لنا ممكن تبقى سيستك تشينز بسيطه خالص قليله عددها مش كبير، وبعدين بعد كده مع الادفانسمنت بتاع الديزيز بتلاقي ميلات اللانج وبتبقى هوموجينسلي ديستريبيوتد. في حاجه بسيطه هي من اللي بتبقى سيست، لكن ساعات بيلاقوا في نودولز موجوده بيسموها مالتي فوكال مايكرو نودولار نيوموسايت هايبربليجيا، هي ما فيش فيها اي حاجه سيجنيفيكانت ولا نيوبلاستيك بيهيفير ولا اي حاجه. هو ده فايندينج فور مودرن مانيفيستاشن للتيوبروس كلوروزس نفسه مش لللام، يعني هي حاجه لقوها في التيوبروس كلوروزس. فالولايات نودولز كده صغيره ما تستغربش ممكن تكون موجوده، خصوصا لو هي مش سبورادك، لو هي جزء من تيوبروس كلوروزس ودي بتختفي مع تريتمنت بتحسن مع تريتمنت. اذا لما مانيفيستاشنز ودي المهمه قوي، لو جالي سي تي في سيستيك تشينجز هوموجينس ديستريبيوتد وانا شاكك في لام لازم ابتدي ادعبس شويه، اعمل اكزاميشن العين كويس جدا، ادور على سكين مانيفيستاشن تيبروس كلوروزس، اعمل له سي تي ابدومن، ادور على الليمفاتيك ابنورماليتي، هاي في كايلوس افيوجن، في كايلوس اسايتس، في ليمفادينوباثي، في حاجه اسمها الليمفانجيو ليومايوما في الابدومن او في التشست ساعات بتبقى موجوده، في نون ليمفاتيك فايندينج ممكن تكون موجوده زي ان يكون في دي اللي الدكتور اتكلمنا عنها الانجيو مايولايبوما اللي بقى فيها هي انجيو يعني فيها فاسكولاريتي عاليه ممكن يحصل منها هيموريج ودي موجوده في الكيدني او في الليفر. فلما نيجي نطلب سي تي ابدومن الحالات دي اطلب سي تي ابدومن اقول له انا بدور على كذا او كذا قول لي ده موجود ولا مش موجود، لان احيانا تقرير سي تي ما بيبقاش كونكلوسيف. الرول اوف برونكوسكوبي في اللام هو عندي حاجتين اللافاج والترانسبرونكيال بايبس. اللافاج مش هيطلع حاجه، يعني معظم الاستاديز طلعت هو اللام سيلز صعب قوي ان هي تيجي معاك في البرونكو اوف اللافاج، لكن ترانسبرونكيال بايبسي بما انه هوموجينس ديستريبيوتد ديزيز ممكن تطلع فيها لام سيلز، يعني ممكن يتشخص بال بس طبعا برضو نسبه مش كبيره. هو لو انت هتاخد بايبسي اوبن لانج بايبسي او فاتس طبعا هو اكتر الدايجنوستيك يلد بتاعه. كانوا بيلاقوا في تريتمنت قالوا ان في هرمونز موجوده هرمون ريسبتورز وقالوا في رول للهرمون ثيرابي، لكن بعد كده قالوا لا ملهاش رول قوي في التريتمنت، لكن المين لاين اوف تريتمنت طبعا هو السيرولمس. ما نقول كمان شويه طبعا هو ليه دايجنوستيك كرايتيريا الاتش ار سي تي فايندينج مع اي حاجه من دول. لو انت عين جايلك باتش ار سي تي فايندينج سيستيك تشينجز ومعاه كايلوس افيوجن خلاص هو لام، مش محتاجين نعمل اي حاجه ثانيه. عملت سي تي ابدومن لقيت ليمفانجيوليوم مايوما خلاص يبقى هي برده نفس الكلام انجيو حاجه في الابدومن بتقول او ليمفادينوباثي او حاجه بتقول ان هو ماشي مع لام، يبقى انت مش محتاج تعمل اي حاجه. او الليفيتد الفاسكولار اندوثيريال جروث فاكتور دي اكتر من 800 بيك جرام بير ميلي، وده تحليل سيمبل جدا بلاد تيست بيتعمل، لو اكتر من 800 يبقى كده انت دايجنوز لام مش محتاج تعمل حاجه. انا سالت عليه بس لقيته مش موجود، ما اعرفش موجود في مصر ولا لا. معقوله ده 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 في الفا لاب اللي هو اكبر معمل مش موجود في القاهره والله يا ده حاجه ثانيه ده ده فرق كبير قوي، يبقى ده حاجه ثانيه بقى اللي بيتعمل هنا ده. طيب بعد ما عرفنا ب 10000 جنيه احنا مش هنعمله طبعا، بس يعني بقى عارفين برضو ان هو انا ب 1000 جنيه خلاص الدكتور يوسف هيجي يبعت لنا الحلقه نعملها. هو طبعا لو يعني اتش ار سي فايندنج مع الفاليو اكتر من 800 ده دايجنوستيك لللام هاي سنسيتيفيتي سبيسيفيتي، لو اقل من 800 يعني لو عندك بقى ابدومينال او ليمفاتيك انفولفمنت ثاني خلاص مش محتاج برضو، لكن لو ما فيش حاجه ثانيه ممكن تحتاج بايبس. بالنسبه لوجود الفاسكولار انتري جريت فاكتور معناه ان في ليمفاتيك افكشن خلاص. الحاجه الثانيه كمان البروجنوستيك بيقولوا ان هو كل ما بيبقى رقمه اكبر كل ما ده بيبقى مور يعني مور سيفير ديزيز والديكلاين في لانج فانكشن بيبقى اوحش. بس خلاص بقى احنا مش هنعمل ده. طيب بالنسبه للتيوبروسكليروز كومبلكس دي دايجنوستيك كرايتيريا مش هقولها، اللي عايز يطلع عليها الدكتور برده يوسف كان ورانا بعض الصور ليها.
التريتمنت بتاع اللام من اللي هو السيرولمس، لان هم لقوا ان اللام ليه في جينيتك باك جراوند كده موجوده ان بيحصل ميوتيشن في الحالات اللي هي فيها تيوبر سكلروس كومبلكس مش اللي هو السبرادك، بيبقى في ميوتيشن في جين اللي هو الام تور ده، فلما ندي انهبيتور ليه اللي هو السيرولمس لقوا ان في امبروفمنت في الحالات دي بيحصل كويس جدا وامبروفمنت في لانج فانكشن. طبعا لانج ترانسبلانتيشن زي ما دكتور يوسف قال لنا ممكن يتعمل ده في الاند ستيج ديزيز ما بتستجبش على حاجه، لكن الريكرنس طبعا زي ما ساتو قال بيبقى عالي. اللانج هانسل سيتوزيس برضو بسرعه كده، هو اللانج هانسل ده من اسمه خلاص، في لانج هانسلز تبقى موجوده عندنا بيحصل لها بروليفريشن وهو ده كلاسيفايد از ليمفو هيستوسيتيك نيوبلاست. بيبقى فيه طبعا برضو من مميزاته انه ممكن يكون في معاه اذر سايد افكشن، ممكن حاجات تبقى موجوده في السكين او في البون او في العين، عنده دايبيتس انسيبيدس افكشن للبيتيوتري. اللانج هانسل ممكن يكون سيستميك، ممكن يكون سنجل اورجان، سنجل اورجان ممكن يجي في اللانج، ممكن يجي في السكين، ممكن يجي في البون اوستيوليتيك ليجن، وممكن يجي سيستميك طبعا الورست بروجنوزيس لو جه في الليفر او في السبلين. 95% بيبقوا سموكرز في الميل زي الفيميل من الايج، طبعا الكلام ده كلنا عارفينه. فيرست برزنتيشن ممكن يكون يوموثوركس، اللي بيتكلموا عنه دلوقتي ان هو بيبقى فيه ميوتيشن البريف ميوتيشن، واللي هو قالوا في نسبه كبيره من العينين، يعني بعض الاستاديز قالت في 40-70% من العينه اللي هم خدوها واللي بيبقوا بريف نيجاتيف كيس لقوا فيه اللي هو الماب 2Q1، وبالتالي ده بقى يعني هو بنبقى فيه تارجت ثيرابي بعد كده. علاجه مش ان انا اقعد ادي ستيرويد زي بالظبط اللي مش علاجه ان انا اقعد ستيرويد الامينو سبريسيف، الموضوع بيفرق جدا لما بنعرف. طبعا دي ستادس كانت اتعملت على الجينيتك ميوتيشن فيها وموضوع التارجت ثيرابي. الافكشن ما ننساش ان هو ممكن يجي في اللونج، وده ممكن يبقى الفيرست برزنتيشن، وممكن يجي باكسترا ثراسك اصلا من البدايه خالص استيوليتك ليجن في البون، وممكن يجي بدايبيتس انسيبيدس. الاتش ار سي تي بريف بوزيتيف يعني، والكلادريبين ده بريف انهيبيتورز يعني، وكيمو ثيرابي وبعت له بتوع الانكولوجي بتوع الانكوهيماتولوجي هما اللي بيشتغلوا الحاجات دي. والعين ما جاب ريسبونس؟ لا يعني جاب ضخم بقى يا دكتور يسري، ده كان شاب صغير وزينا يعني في حاجات الموضوع صعب صراحه. طيب ماشي، انت بتقلب ليه؟ هو طبعا اتش ار سي تي بيبقى فيه سيستيك تشينجز وفي نودولز. احنا كنا اتفقنا ان هما اوفر تايم بيبتدي الاول سنترال لوبلر نودولز، وبعدين بعد كده يبتدي يحصل فيها سيستيك تشينجز، بعد كده بتلاقي الاثنين مع بعض بقى، يعني ممكن تلاقي نودولز مع سيستيك تشينجز، وفي الاخر خالص النودولز بتقل وتبتدي السيستيك تشينجز دي تكبر وتعمل بيزار شيب سيست اللي احنا قلنا عليه. العين لو جالك في مرحله في الاول بدري، يعني لو انت عايز تاخد بايوبسي هيشخص معاك في النودولر او سيلولر ستيج، كل ما يدخل في مرحله الفايبروتيك او مرحله سوري المرحله الاخيره اللي هي السيستيك ستيج دي بيبقى الدايجنوز بتاعه صعب، بس بيعتمد على الكلينيكال والراديولوجي. يعني انا عين لو جالي في المرحله الاولى او الثانيه دي ممكن اخد بايوبسي لو انا محتاجه، لو هو مش مكمل كرايتيريا، انما لو جالي في المرحله الاخيره لا، صعب ان انا هو غالبا مش هيشخص لو انا خدت بايبس، لان اللانجر هاند سيلز مع البروجريشن بتاع الديزيز عددها بيقل جدا لحد ما بتختفي. الديستريبيوشن زي ما قلنا بيبقى في الابر ميدل اكتر، في سبيرنج طبعا زي ما دكتور يوسف قال لنا سبيرنج للكوستوفرينيك اريا او كوستوفرينيك انجل، وممكن يبقى نودولار او نودولار وسيستك او سيستك في الاخر. طيب طبعا هو الديستريبيوشن لوحده الراديولوجي ممكن يشخص، ولو معايا طبعا في مانيفيستيشن ثانيه اكسترا بالمونري. الرول بتاع البرونكوسكوبي هو نان هوموجينس ديزيز، يعني مش هوموجينس ديستريبيوتد زي اللام، فبالتالي البايوبسي يعني ترانسبرونكال بايوبسي قالوا في كتير من الحالات ممكن ما تشخص، وخصوصا في الحالات المتاخره مش هيطلع معانا حاجه، هيطلع شويه هيستوسايت وما اعرفش ايه، مش هيطلع لانجر هان سيلز فمالهاش لازمه. حاجه ثانيه اللافاج ممكن يطلع زي ما الدكتوره منار كانت اتكلمت في السي دي 1 اي بلس سيلز دي، لو موجود اكتر من 5% دي بالدايجنوز وفي ستادز معمول عليها، فما فيش مانع ان انت تعمل لافاج وتبعته طالما اوريدي التست ده موجود. دي بقى كانت استادس اتعملت ما بين اللانجر هانسل واللام على موضوع البرونكوسمي ترانسبرونكال بايوبسي. زي ما اتفقنا دايجنوستيك ييلد بتاع اللافاج ممكن يكون افضل شويه في اللانجر هانسل، لكن الترانسبرونكال بايوبسي افضل في اللام. الايرلي ستيج ممكن الاقي لانجر هانسل وبيبقى افضل في الدايجنوز لو انا خدت بايوبسي، في الليت ستيج يعني البايوبسي ممكن ما تفيدكش قوي وهتعتمد على الكلينيكال والراديولوجيكال فايندنج بتاعت العيان، وطبعا موضوع الجينيتك ستادي. التريتمنت اوبشن سموكينج سيسيشن طبعا ده يعني يقول لك الفيرست لاين تريتمنت انك تمنع السموكينج، وفي بقى كلام اللي هو على الكيمو ثيرابيوتيك ايجنتس زي ما دكتور يوسف قال، ممكن في بعض الحالات دي كانت حاله اتعمل لها بيت سكان ولقوا فيه ابتيك اكتر من 7.5، وبعدين بعد كده ادوا 6 سايكلز من كيمو ثيرابي وقالوا ان حصل امبروفمنت عليها، طبعا بتبقى فاريبل من حاله لحاله.
الحته اللي بيبقى فيها ساعات كنترول يعني فيها اختلاف، يقول لك الادفانسد ستيج من البلمونري لارنجال هاند سيلز والانفيزيما الاستنترولبر انفيزيما نفرق ما بينهم ازاي، يعني ساعات بيبقى عليها اختلافات. بس قال لك ممكن لو في سنترال دوت ساين زي ما دكتور يسري قال لنا برده في دوت موجوده في النص كده يبقى ده ماشي مع الانفيزيما مش مع اللي هو لانجر هانسل. ال اي بي والفلوكولار بروجريس هنقولهم كده مع بعض، هم دول ليمفوسيتيك او ليمفو بروليفراتيف ديس اوردرز، خلاص هي ليها بيناين نيتشر الا اذا كان في اندرلاينج مالجنسي، لكن هي اصلا في الاساس هي بيناين. بمنتهى البساطه ال اي بي انترستيشال لانج ديزيز فلوكولار برونكولايتس برونكوسنتريك، وبالتالي هو ده بقى الفرق فعلا اللي بيخلي البرزنتيشن مختلف والباثولوجي مختلف وكل حاجه مختلف. يعني بما ان ال اي بي انترستيشال لانج ديزيز فبالتالي العين هيجي بريستريكتيف باترز، هيجي بديزنيا بكف بالكلام ده، لكن العيان اللي هو الفلوكولار برونكولايتس بما انه برونكوسنتريك هيجي لي في البلمونري فانكشن اكتر ان هو يكون اوبستراكتيف باتر، وهلاقي العيان فيه ممكن ويزي تشست وفيه اللي هي الحاجات زي الحاجات الايروي ديزيز. فده المين، وطبعا بيبقى مين لي ليمفوسيتيك وبلازما سيل انفيلتريشن. ده الفرق ما بينهم في اللونج فانكشن. معلش دقيقتين كمان. في السي تي بقى، في السي تي هتلاقي ممكن سيستيك تشينجز وقريبه من بعضها، اولا ما بقاش يعني ممكن ما بقاش عددها كبير، بتبقى بيزل اكتر، ملهاش يعني كاركترز معينه، لكن الاسوسييتد سيمتوم او الفايندنج الموجوده هي اللي ممكن تساعدك. بما ان ال ال اي بي ده انترستيشال ممكن تلاقي انترستيشال ثيكنج، ممكن تلاقي جي جي اوز، ممكن تلاقي فايندنج ماشي مع انترستيشال، لكن في الفولوكولار برونكيولايتس هتلاقي ممكن اير تراب او موزايك بيرفيوجن لان هو اكتر ماشي مع اير واي ديزيز، فده ممكن يفرق لك في السي تي. انترستيشال الليمفوسيتيك انترستيشال نمونيا بيبقى لازم تدور على الاندرلاينج حاجه ميون ديفيشنسي ديزيز زي اللي هو طبعا في الفيميل بيبقى اكتر بسبب الجوجرين ديزيز مور كومن في الفيميل، وبالتالي ال اي بي اكتر في الفيميل. لو لقيت ال اي بي باترن موجود في طفل شك على طول في اتش اي بي، من الحاجات اللي فيري كومن اسوسيشن في الاطفال انك تلاقي ال اي بي، دور على اندرلاينج اتش اي بي. طبعا ممكن يجي مع سيستميك لوبس مع الجوجرين مع مع روماتويد ارثرايتس مع اي ميون ديزيز. في الاتش ار سي تي زي ما اتفقنا السيستيك تشينجز مش هتفرق قوي في الاثنين، اللي هيفرق معاك في جيج اوز ولا لا ماشي مع انترستيشال اكتر ولا سنترولوبلر نودولز ماشيه مع برونكو سنتريك. يعني انا في الاتش ار سي تي هنا ممكن الاقي نودولز هاني كوم، ممكن الاقي جراوند جلاس، ممكن الاقي حاجات من دي. الفرق بينها وبين الليمفوما لو لقيت باترن ال اي بي ولقيت معاه نودولز اكتر من 1 سنتي او لقيت فيه كونسوليديشن او افيوجن شك ان في اندرلاينج ليمفوما موجوده، ما تاخدش الحاله سمبل. الحاله دي كانت شخصت في الاول ان هي ال اي بي بناء على الجي جي اوز والسيستيك تشينز الموجوده، بعد 5 سنين هم بعيدوا الاشعه لقوا ان في بدا يظهر ويل فورمد نودولز، لما خدوا منها بايوبسي لقوا ان هي ليمفوما. فوجود الكونسوليديشن او الافيوجن او وجود نودولز اكبر من 1 سنتي ده لازم تدور على ليمفوما. في الاميلودوزيس بيبقى شبهه شويه برضو في حاجات، طبعا مش هشخص غير بالبايوبسي هي اللي هتبين، بس السي تي فايندنج قال لك ممكن لو في كالسيفيكيشن في النودولز دي ممكن ماشي اكتر مع الاميلودوز. التريتمنت طبعا كورتيكوسترويد وامينو سبريسيف دراجز ده، وتدور على الاندرلاينج ديزيز دي حاجه مهمه جدا. في لوكال برونكولايتس زي ما اتفقنا برونكوسنتريك ممكن يجي اوبستراكتيف باترن، سنترال نودولز مشهوره جدا فيه ان هي بتبقى يحصل لها ريزولوشن مع التريتمنت، مش هتلاقي جي جي اوز قوي، مش هتلاقي الا اذا كان معاه برضو ال اي بي. الديستريبيوشن بتاع السيست فيه تقريبا بيبقى واحد، مش بيقلب ليه. خلاص خلاص بس يعني دقيقه واحده بس، هو تقريبا خلاص زهق فقال لك خلاص انا ما مش هكمل. ممكن اقلب من اللاب بس Thank you.
هلو سريعا كده. هو بيهنج مش عارفه ليه. لا في حاجه مش مظبوطه ده. لا مش تمام. لا لا خلاص اخر بس. لا بيقلب هنا بس ما بيقلبش هنا. دي ملهاش دعوه. ريفرش يا مصطفى ريفرش.